يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 23 والصغرى 14، الإسكندرية 23-12، مطروح 21-11، بورسعيد 22-12، والإسماعيلية 23-10. ونذهب إلى السويس، والسويس العظمى 23-10، العريش 23-9، طابة 20-11، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 26-15. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 25، الصغرى 9، أسوان 26-10، الوادي الجديد 22-5، شلاتين 27-16، وأخيرا حلايب 23-18. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.